الحقيقه انا امبارح وانا بقلب على الفيسبوك لفت نظري مبادره حلوه قوي، انا كان نفسي انها تخرج للنور. الحقيقه صاحبها مش هو اللي قرر ينشرها، لكن بنته هي اللي قررت انها تنشر المبادره والفكره الحلوه دي. حقيقه اللي حصل انه خبير العنايه بالشعر ومسفف الشعر فنان الجميل طبعا استاذ حليم قرر ان هو ياخد بنته ويروحوا في زياره لمستشفى الاورام، مش عشان يزوروا البنات اللي هم اولادنا ربنا يشفيهم يا رب المريضات بالسرطان نتمنى الشفاء ليهم مرة تانية، لا هو قرر بما انه هو مصفف شعر لكتير من نجماتنا في مصر والوطن العربي انه يرسم البسمة على وشوش البنات دول ويركب لهم باروكة. احنا معانا على التليفون استاذ حليم، بصبح عليك استاذ حليم. صباح الورد. صباح الفل والاسنين. صباح الفل على حضرتك. الله يخليك. انا عارفه ان حضرتك ما كنتش عايز تنشر الموضوع، بس انا الحقيقه انا اللي خدت الصور من على صفحه حبيبه، انا بعترف لك يعني ومش عارفه ليه ما كنتش عايز تنشرها مع ان انا نفسي الناس تعمل زي حضرتك. على فكره الموضوع ده مش ولدت فكره اليوم بتاع امبارح ده، الموضوع ده حصل كذا مره وكان في الخفا، كنت بعمله في الخفا محدش كان بيعرفه. طيب تمام. وشعور الاطفال ايه بقى يا استاذ حليم يعني لما لا 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 ده لا عايز اقول لك حاله من السعاده اول مره كنت احسها ان هم الاولاد دول، مش عايز اوصف لك سعادتهم الداخليه طالعه ازاي وطالعه حتى على وشوشهم. ومبسوطين جدا لدرجه ان انا قررت ان انا اعمل الموضوع ده كل شويه بس بالحل اخر في المناسبه. طب ما احنا عايزين نحولها لمبادره يا استاذ حليم والناس كلها تعمل زي حضرتك. بصي هي كانت ولدت فكرة ناس معينة كلموني قالوا لي انت عايزين نعمل كذا كذا كذا، قلت لهم طب بس انا عندي فكرة. قالوا لي الفكرة ايه؟ قالوا لي قلت لهم الفكرة 1 2 3 4. قالوا لي خلاص احنا ممكن نعملها. ابتدت انا من نفسي بقيت انا اعملها لوحدي. يعني اول المشاركة دخلوا معايا، بعد كده ما فكرتش تعرض على حد يا استاذ حليم يعني الموضوع بتاع حضرتك ان انت تعمل بواريك وتروح موديها لهم؟ بص هقول لك على حاجه، اللي بيعمل خير مش مستني ان هو يروح يقول لحد. تمام تمام. اللي بيحب يعمل حاجه هيعملها نبع داخليه جواه. تمام. عايز اعمل كذا وبكده انا بعملها بوجه الله وبكده بحس ان دول اطفال دول ابرياء طبعا، يعني دول محتاجين بسمه. والله محتاجين ربنا يجازيك كل خير يا استاذ حليم بجد. طب استاذ حليم احنا لو عايزين احنا من صباح الورد ننضم لحضرتك ومثلا نقدر نجمع لحضرتك شعر يعني زي ما الناس بتقول لك نقص شعر يعني نجمع لحضرتك ازاي وايه الطريقه اللي احنا نقدر نجمعه بيها ونجيبه لك ودي تكون مشاركه صغيره من اسره البرنامج في المبادره الحلوه اللي حضرتك عاملها. شوفي حضرتك انت عايزين تعملوا ايه وتعالوا اقعدوا معايا عايزين نجمع شعر ونجيبه لحضرتك ونساعد بقى ان احنا اسمح لنا نرسم البسمه معاك لانه العلاج النفسي ليه دور كبير جدا طبعا مع العلاج الادويه. انت عارفه ان الحاجات دي دخلت في حوالي 100 او 150 باروكه كل مره. ما شاء الله. مش مجرد اللي انت بتعملي 10 ولا 20 ولا 30 ولا 40، لا خدي بالك ان الموضوع كمان بيزيد مش بيقل. تمام. وفي نفس الوقت الاولاد محتاجين حاجات زي كده من حين لاخر. تمام. وفي نفس الوقت انت بتغيري قصات عليهم، يعني انا بجيب الباروكه عليه ولا انت بتحبيها طويله ولا بتحبيها قصيره. يعني انت كمان كنت بتشوف البنات عايزين ايه وتديهم اللي هم عايزينه. وفي متابعه كمان يا استاذ حليم، يعني مثلا بعد ما تودي لهم الباروكه وخلاص بعد شويه مثلا بتروح مثلا تطمن عليهم وتقول لهم طب اغير لكم اعمل لكم ولا خلاص هي مجرد لا انا بخليها هي اللي تطلب. انت حابه عايزه شعرك طويل بخلوه لها طويل، حابه شعرك قصير بخلوه لها قصير، بقوم اقصه عليها. يعني هي اللي بتختار معاك القصه. انا مش بفرض عليها، لا انا باخدها زي ما هي عايزه زي اي طفله لما تيجي قص عندي. طيب مامته بتقول عايزه قصير عايزه طويل فبشركها معايا، انت حابه ايه؟ عشان هي تبقى مبسوطه. ايه الفايده اللي انت جايبه حاجه وحطها وهي مش حابه شكلها؟ طب استاذ حليم حضرتك بتعمل يعني الباروكه دي ان البنات بيعرفوا يستخدموها؟ يعني بتبقى سهله عليهم ولا لا دي بتتشال وتتحط؟ خد بالك يعني الاطفال دول كلهم، شفت الصوره اللي انتوا عارضينها دلوقتي حالا؟ في البنت اللي وراها بتبص لها يا عيني ما فيهاش شعر، فهي مجرد بتحطها وبتشيلها سهله يعني من كده. الموضوع سهل جدا وتنضيفها بعد كده زي ما كانت نرمين عايزه تسال حضرتك يعني العنايه بقى بالباروكه بعد كده حضرتك بتقول لهم ايه يعني؟ خدي بالك الحاجات اللي زي دي بتبقى ارتفيشال. تمام. الحاجات اللي زي دي بتبقى ارتفيشال، ليهم شامبو وليهم كريم. وبقول لها لو انت حبيتي او المشرفه اللي هي مسؤوله عليها اللي حابه تغسل لها او مامتها لما تبقى موجوده معاها
لما انت تغسليها لو في اي شامبو كريم بيبقى حاجات صغيره جدا بنديها لهم. اغسليها كذا واعمليها كذا. تمام. طيب انا على الهواء يا استاذ حليم، يعني انا عندي حبه حاجات كده برضو اللي هم الارتفيشال، انا اول تبرع من نرمين اهو يا استاذ حليم يعني من البرنامج، وهنشوف مين عايز يتبرع معانا تاني. نرمين شريف زميلتنا اهو في اول تبرع للمبادره بتاعت حضرتك، وهتشارك مع حضرتك، واحنا هنجمع على مدار الحلقات ونشوف ان شاء الله. وشوف وبعد كده خد بالك الموضوع ده بيزيد مش بيقل. واحنا كمان حطينا اهو على الشاشه انه برنامجنا صباح الورد بيتضامن مع مبادره حضرتك استاذ حليم، علشان نقدر نرسم البسمه، يعني نساهم مع حضرتك حاجه بسيطه. واحنا يا جماعه احنا من خلال برنامجنا احنا اهو واستاذ حليم معانا على الهوا، هنبتدي ان احنا نجمع اللي عنده باروكه او اللي عنده شعر، واستاذ حليم هيساعدنا في ان احنا نجمعه. انا طبعا كل حد ينسق معايا وانا هظبط. احنا مع حضرتك وزملائنا هم هينسقوا مع حضرتك والاعداد كمان، يعني عايز اقول لحضرتك كلهم سعداء بالفكره وبالمبادره ومتعاونين. احنا بنشكر حضرتك جدا استاذ حليم، وصباحك صباح الورد، وربنا يكتر من امثالك. يعني كل الشكر طبعا لخبير العنايه بالشعر ومصفف الشعر الفنان الجميل حليم. زي ما قلت هو مصفف شعر النجمات، لكنه برضو ما قدرش ينسى اطفالنا، وانا اتمنى الناس كتير تعمل زي. وعايزه اقول حاجه، مش شرط يا جماعه برضو بالشعر، يعني اللي عنده حاجه قادر يقدمها للاطفال المرضى بمرض السرطان يروح يقدم. بس انت عارفه يعني يمكن موضوع الشعر ده بيبقى هي حاجه طبعا بتفرح يعني الولاد، الولاد مش فاهمين يعني ايه ادويه ولا فاهمين يعني ايه كيماوي، بيبقوا حاسين ان هم شكلهم متاثر. أكيد. ويمكن بيبقى الاهتمام بالستات الكبار بالبنات الكبار اكتر. صح. لكن انه الاطفال برضو محتاجين ان حد يهتم بيهم. لا بجد ربنا يجازيك كل خير ويجازي كل بقى اللي بيتبرعوا، واحنا المبادره هو موجوده معانا.